أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم، نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة، 3 أضعاف زيادة في من مستفيدي رحلات ما بعد العمرة، وتدوير أول نفايات إلكترونية خلال 6 أشهر. مشاهدينا، ما هي أبرز الملفات التي سوف نناقشها بإذن الله في حلقة اليوم من برنامج الوطن؟ الحسا تركض أول ماراثون نسائي في السعودية، وشباب سعودي يجوب الشوارع بورشة سيارات متنقلة. حياكم الله. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على حايل والقصيم والمدينة المنورة وحفر الباطن، وكذلك على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة. أطلقت أمانة الطائف القرعة الإلكترونية لمنح الأراضي السامية والتي شملت 1707 مواطنين ومواطنات، وافتتح أمين الطائف المهندس محمد آل هميل عملية القرعة للمجموعة الأولى والتي تشمل أكثر من 300 مواطن ومواطنة بعد تحديثهم لبياناتهم على البوابة الإلكترونية للأمانة، مشيرا في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إلى أن الأمانة طورت برنامج المنح الإلكتروني للتسهيل على المواطنين وعلى المواطنات، وذلك بجهود وكالة التعمير ممثلة بإدارة المنح وبالتعاون مع مركز الحاسب الآلي. وبيّن أن برنامج نظام المنح جرى تحويله إلى برنامج إلكتروني متكامل من بداية تحديث المواطن لبياناته ومرورا بالتسجيل وإجراء القرعة وإشعار المواطن عبر الرسائل النصية بالإجراءات المتخذة على معاملته، إلى أن تتم الموافقة عليها من قبل الوزارة والتحويل إلى كتابة العدل للإفراغ. مشاهدينا، وفي فقرة هاشتاغ لهذا اليوم سنناقش معا الهاشتاغ المنتشر والذي تداوله العشرات من الناشطين تحت عنوان الحسا تركض، إذ شاركت 1500 فتاة وامرأة في فعاليات الحسا تركض أول ماراثون نسائي في السعودية. بداية دعونا نشاهد أول تغريدة على نفس هذا الهاشتاغ سعودي نيوز، غرد قائلا موقع الإخباري سعودي نيوز: الفائزة بماراثون فتيات الإحساء تكشف سر فوزها وموقف أسرتها من مشاركتها في الماراثون. أيضا تغريدة، خلنا نشوف حق أخبار 24: آلاف من الفتيات والشباب والمسنين يتسابقون في ماراثون. أيضا تغريدة أخرى لصحيفة عاجل الإلكترونية: الفتيات السعوديات يشاركن في ماراثون الحسا تركض لتحصل الشابة مزنة النصار على المركز الأول في سباق يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية بعد تخطيها 3 كيلومترات متنافسة مع 1500 فتاة. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ومن الإحساء سارة الموسى مديرة التسويق والشراكة المجتمعية في مستشفى الموسى التي نظمت هذا الماراثون. هلا ومسهلا، الله يحييك في برنامج الوطن. بداية حدثينا عن هذا الماراثون، ماراثون الحسا، وعدد المشاركات والمشاركين فيه. أهلا وسهلا، مساء الخير، حياكم الله. يلا حيا سمي. نفتخر طبعا احنا في مستشفى موسى تنظيم ماراثون الحسا تركض، اول ماراثون عائلي يتنظم في السعوديه. طبعا الماراثون هو احد المشاريع الخدمه المجتمعيه اللي يقوم فيها مستشفى موسى، الهدف منها رفع الوعي الصحي وتبني اسلوب حياه صحي في المجتمع من خلال مشاريع متعدده، من ضمنها كان الماراثون. نعم. المميز في الماراثون انه كان يضم جميع اطياف المجتمع وجميع افراد الاسره. يعني الكبار، الصغار، الاب، الام، كبار السن، الهواء، المحترفين، ولاول مره النساء يشتركون في فعاليه واحده جمعتهم كلهم مع بعض. فكان هذا الحدث حدث مميز جدا، و يعني جميع أطياف المجتمع شاركت فيه، كانت تظاهرة جميلة جميلة جدا. نعم، لفت نظري أيضا يعني مشاركة النساء
وأيضا مشاركة كبار السن في هذا الماراثون؟ هل هناك آلية معينة لاستقبال المشاركين والمشاركات وسن معين لهم؟ طبعا تم تقسيم المشاركين إلى فئات حسب الفئة العمرية. زي. فئة الأطفال من 7 إلى 12 سنة، فئة الهوى من 12 إلى 55 سنة، وفئة كبار السن من 55 سنة وأكبر. وفي طبعا فئة المحترفين اللي هم المحترفين اللي يلعبون في النوادي، يعني تم فصلهم على الهوى عشان هو ياخذون يعني فرصتهم بشكل أفضل. نعم. طبعا فئة النساء كانت فئة واحدة ما قسمناها، يعني بما أنها يعني المرة الأولى لمشاركة النساء، فيعني افترضنا أن كل النساء يتسابقون مع بعض. اكتشفنا أن في محترفات ما شاء الله في النساء، ما شاء الله، والدليل البنات اللي فازوا ما شاء الله عليهم، يعني كان في فارق كبير ما بينهم وما بين البنات الثانية المشاركين. جميل. طيب خلينا شوية نتكلم عن الفائزة في المسابقة، الشابة مزن النصار، اللي هي حصلت على المركز الأول في هذا السباق واللي هو يقام للمرة الأولى في السعودية، يعني وجود نساء تركض وتشارك في ماراثونات، ويعني هي خطوة أكيد جميلة. احكي لنا عن يعني مزنة وعن فوزها والمسافة اللي قطعتها. مزنة قطعت مسافة 5 كيلو في أعتقد 15 دقيقة. مزنة ما تعتبر يعني توها مبتدئة في عالم الركض. هي بادية تدريب من عام 2014 وعندها مدرب خاص اللي هو الأستاذ عبد الله الجود، مدرب المنتخب السعودي. فمزنة تعتبر يعني متقدمة نوعا ما عن بقية البنات، لأنها يعني بادية من زمان في موضوع الركض والتدريبات. طيب اليوم فعلا يعني خطوة جبارة لما نشوف فعلا النساء يعني أصبحوا يشاركوا أيضا في الرياضات، وأكيد هذا الشيء خلينا نروح إلى اليوم تدريب أيضا الفتيات صغيرات السن حتى يعني يصبح لهم مستقبل في هذا المجال. احكي لنا عن تدريب وتأهيل أهميته بداية يعني من صغيرات السن. خلينا نتكلم عن البداية من 5 ولا 6 سنوات. سمي. صحيح، هذا الشيء المفروض يبدا من المدارس. يعني الحين الخطوه ممتازه جدا، يعني فرض الرياضه في داخل المدارس البنات. يعني هذه خطوه ايجابيه للامام. صحيح. فاحنا اذا نبغى جيل رياضي وجيل من المحترفين اللي بيفوزون وينافسون على المراكز الاولى، لازم نبدا من الصغر. يعني ما راح نلاقي نتائج اكيد في يوم وليله. صحيح. طيب وش هو العمر اللي تتوقعي انه مفروض انه يعني تبدا البنات اللي حابين المجال هذا واللي حابين يعني الركض، وفي سواء الركض السريع او حتى الماراثون اللي هو يكون على مسافات طويله، ما هو العمر اللي مفروض انه تبدا سواء البنات او حتى الاولاد حتى يكونوا فعلا متميزين؟ والله انا ماني متخصصه يعني في التدريب، لكن اعتقد انه يعني يمكن عمر الابتدائي يعني مفروض. طيب طيب انا كمان ماني متخصصه، بس انا اتوقع لما مثلا دائما العلم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني لما يكون مثلا تدريب والتاهيل حتى من 4 ولا 5 سنوات او حتى من 3 سنوات، ممكن احنا نشوف يعني فتيات وشباب ايضا يعني يحصلون على جوائز عالميه. طيب اللي انتم سويتوه في مستشفى الموسى من تنظيم هذا الماراثون، عفوا انا اعتبرها سابقه وشيء جميل، احكي لنا عن ابرز المعوقات اللي وقفت في طريقكم. عفوا. اكثر معوقات كان يعني البدايه انك تكونين انت الاولى. الو سمي ساره معك. اي نعم، يعني انك تكونين الاولى في كل شيء طبعا بيكون صعب. أه. ما كان في يعني ماراثون نسائي لأول مرة في السعودية، يعني أكيد ما كان الكل متقبلة بشكل يعني ما كان مقبول في البداية يعني الوضع. نعم. وإلى حد الحين أكيد في ناس رافضة الموضوع لأنه شيء جديد. والله يا سارة، والله يا سارة أنا بقول لك شيء، اللي رافض واللي مش رافض، إحنا اليوم وأكيد بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتوجيهات سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نمشي بخطى واثقة وأكيد نجاحات وإعطاء المرأة وتمكين المرأة، سواء اللي يرضى واللي ما يرضى،
أنا أقول أكيد طبعا الله يوفقهم، واللي يرضى أكيد حنا كلنا مع بعض، أما اللي ما يرضى خلى هو بروحه يغرد خارج السرب، وشيء جميل اللي أنتم قمتوا فيه. أشكرك أنا متأكدة سارة. أن العفو، أنا متأكدة اللي معارضين يعني ما جاوا وشافوا الوضع هناك، يعني كان الكل في قمة مع الاحترام. نفسهم سارة، مع نفسهم، اللي بيعرض خلى يعرض مع نفسه. عموما أشكرك كل الشكر لوجودك معي في برنامج الوطن اليوم. سارة الموسى مديرة التسويق والشراكة المجتمعية في مستشفى الموسى التي نظمت ماراثون ركض الإحساء، شكرا جزيلا لك. مع تزايد وتيرة الطلاق وبحسب إحصائيات ما صدر من توثيق لحالات الطلاق في العام المنصرم 2017، فقد صدر نحو 60,000 سك طلاق، ولم يقف مغردو موقع تويتر السعودي في موقف المتفرج، حيث أطلقوا وسم تصدر تويتر باسم ما هي أسباب كثرة الطلاق. برنامج الوطن اليوم رصد أبرز هذه التفاعلات مع الوصف في عدة تغريدات، خلونا نشوف البعض منها. بداية الإعلامي محمد صوات غرد قائلا: أكثر أسباب الطلاق النصائح التحريضية للزوج. يا سلام عليك، كلن يفتي وكلن ينصح وكلن يعطي توجيهات للأسف. والزوجة من أهلها، لا تعودها فهمها اثقل عليها، لا تعوديه فهمي اثقلي عليه، كأنهم داخلين حرب مو بزواج. بصراحة الفكر الملوث للحريم، تنسى ان هذا زوجها وابو عيالها ويحبها ويحب امها وبنياته، له شخصية وكرامة واحترام. عموما يعني دائما اللي يعطي اذنه يخسر، بالنهاية كل انسان عنده عقل ورب العالمين اعطانا عقلنا، وافرض شوية الواحد يوسع فكرة ويتفهم الطرف الآخر. تغريدة للفنان تركي السدحان وشيال تركي: الخيانة الزوجية بين الطرفين، عدم التفاهم والمشاكل في الإنجاب، السحر في تفرقة الزوجين، وأبغض الحلال إلى الله أو عند الله الطلاق. أما الإعلامي خالد مساعد الزهراني غرد قائلا: اعتقاد الزوجين أن الحياة الزوجية شهر عسل على طول، ظروف مادية يصاب بها الزوج، دخله ضعيف، وزوجة عينها الشرائية واسعة، حرام عليك، ترى مو كل البنيات كذا، بعد في أزواج الله يهديهم. ولا وضح هو قال هذا من جانب الحرمة، من جانب الرجال، زوج سيء يبحث عن زوجة صالحة ووفق لها، ولكنه بقي سيئا كما كان، حياة زوجية لم يعد لها خصوصية فأصبحت ميدانا لتدخلات الآخرين عندما يكون الحب مجرد كلام. على فكرة ترى مشكلة ما أقرأ من هنا أحس الحروف تتحرك، علشان كذا أفضل أني أقرأ من هنا. عموما محمد الشريف غرد قائلا عقب خالد، خلنا نشوف محمد وش قال: الرجل يرى المثاليات الزائفة لدى النساء الذين يتابعهم في وسائل التواصل، ما خرب حياتنا ترى غير وسائل التواصل، ويبدأ بمقارنتهم بزوجته سواء في الشكل أو في التصرفات أو في التعامل مع الرجل، والمرأة تراقب المستوى المعيشي عند من تتابعهم، يرتفع لديها حدود المستوى المعيشي وتبدأ بندب حظها. البعض طبعا صح لسانك، للأسف يعني مواقع التواصل الاجتماعي غيرت فينا كثير عادات وتقاليد، يعني مثلا وحدة تكون مسويت لك الفلتر ووجهها وش زينة ومسوية عمليات وحاطة ميك اب وقاعدة تصور، أكيد بتكون زينة، يعني مو بزي الضعيفة اللي قاعدة في المطبخ تطبخ كل اليوم. ونفس الشيء لما مثلا تجيك واحدة مثلا إعلامية ولا فاشينيستا وقاعدة تاكل بشوك ذهب وأكلها أساسا ذهب، يعني الواحد يبي يطالع كذا، ويعني وش بتقول؟ تقول أنا أبغى بعد. عموما الإعلامي سعد البقمي غرد قائلا: أسباب كثيرة من ضمنها المسلسلات التركية اللي غزت أفكارنا، البنت بواحد نفس مهند يا كثرهم، والرجل يبي واحدة نفس نور يا كثرهن، والاثنين يسقطون من عيون بعض. مشاهدينا خلصت فقرة هاشتاج، خلونا نتوقف الآن مع جولة الصحف لهذا اليوم ونقرأ فيها. البداية من صحيفة عكاظ السعودية: ومصر ركيزتان أساسيتان لاستقرار المنطقة. مشاهدينا في سياق الخبر، شدد رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال على أهمية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثاني مصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا في إجابته على أسئلة لصحيفة عكاظ إلى أن مصر تسعد دائما بزيارة ملوك المملكة ورموزها وشعبها، موضحا أن الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة. خلونا نشوف أيضا خبر
خبر لصحيفة الرياض اختفاء فتاتين من دار الضيافة للفتيات في جدة. مشاهدين، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة أبلغ الجهات الأمنية باختفاء فتاتين صباح الجمعة من دار الضيافة للفتيات الذي يستضيف الفتيات بعد انتهاء محكوميتهن الشرعية في محافظة جدة، حيث شرعت بدورها الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات الرسمية والتحقيق حول الواقعة. هذه صحيفة الوطن، سلال غذائية وتمور من مركز الملك عبد العزيز من مركز الملك للأسر اليمنية. في سياق الخبر مشاهدينا، وزع مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالا غذائية على المستضعفين من المتعاقدين ومنقطعي الرواتب بمستشفى باش رحيل للأمومة والطفولة في المكلا بمحافظة حضرموت، حيث بدأ بالتوزيع على 250 مستفيد من المستشفى. خلينا نشوف الصحيفة اللي عقب صحيفة الوطن. أوكي، صحيفة الحياة، خبر تحت عنوان مسنات، خبر جدا جميل وأنا طبعا بناقش هذا الموضوع بكرة في برنامج الوطن. مسنات تجاوزنا 70 عام يحفظن القرآن الكريم ويجودنه. مشاهدينا، خبر جميل من صحيفة الحياة، لم تمنعها سنوات عمرها التي تجاوزت 70 عام من حفظ القرآن الكريم كاملا مع تجويد التلاوة، وساعدها شغفها الشديد بالتلاوة والتدبر والتعلم منذ الصغر على أن تسكن حروفه وآياته قلبها، ودفعتها الرغبة في حفظه إلى البحث عن مدارس تحفيظ القرآن. وعلى رغم تعرضها إلى ظرف صحي خلال الأعوام الخمسة الماضية إلا أنها تمكنت من حفظه كاملا. طبعا هذه هي طبعا الإنسانة المسنة الرائعة اللي فعلا تغلبت على كل المعوقات والصعوبات. وإلى صحيفة الجزيرة، وهو آخر خبر من الصحف، الملك يصدر قرار بتشكيل فريق عمل لدراسة تكاليف أعمال المحافظة على جدة التاريخية. مشاهدينا، في سياق الخبر، من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على تشكيل فريق عمل من أمانة محافظة جدة ومكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لدراسة تكاليف الأعمال اللازمة لترميم جدة. مشاهدينا، خلنا نروح الفاصل قصير ونواصل عقبة برنامج الوطن. حياكم الله من جديد. مشاهدينا، نتوقف الآن مع هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الأخبار الشايب. وفيها الجامعة الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين في 90 مناطق، القبض على شاب ابتز فتاة وأخذ منها أكثر من 90,000 ريال بجدة، والمالية تقول الإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية الدولية في إعادة تمويل القرض الدولي المجمع، وتخفيض هامش تكلفة التمويل 30% يؤكد فعالية برنامج التوازن المالي والإصلاحات الاقتصادية، والأحوال المدنية يقولون لا يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية للجيل الثالث إلا خلال 180 يوم قبل انتهاء صلاحيتها. يعني اللي أساساً سوها مطلع بطاقة هوية ما يقدر أن يأخذ على البطاقة الجديدة اللي هي الجيل الثالث. زين، مشاهدينا، مجموعة من الشباب السعودي الطموح والمنفتح على العمل والحريصين على أكل لقمة عيشهم من عرق جبينهم يمتلكون خبرة عالية في إصلاح أعطال السيارات المعقدة والصعبة. خلونا نشوف مع بعض. سلامات، وش فيها؟ أدري السيارة، شغلها أول ما شغلها كده تفتف وتطفي. طيب، ما أدري، هذه سيارة الحركة كده جديدة. شيكت على البخاخات والبواجي؟ لسه ما شيكنا، لسه دور فحصت الزيت، فحصت شيء ولا أي حاجة. وش عامل انتوا؟ يعني تبغى السيارة تمشي كذا بدون ما تفحصوها؟ لا خلاص، نركب ونمشي. وكم تبغى السيارة تشتغل معاكم يا اخوي؟ الله ييسر اموركم، الله يهديك يا اخي. قوم روح شغل 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 شغل، خلينا نشوف. يلا، ما تسوت لنا صيانة اخر مرة؟ شهرين ثلاثة شهور يا اخوي. حرام عليك يا اخوي، افحص سياراتكم يا اخوي، والله حرام يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله، وشلون تبغى السيارة تمشي؟
شباب في ميدان الكفاح والعمل المتواصل يجوبون الشوارع بورش متنقلة لمساعدة أصحاب السيارات المتعطلة وتوفير الخدمات المطلوبة لهم بشكل سريع، ليس بحثا فقط عن لقمة العيش بل حتى المنافسة وقطع الشك باليقين في كسر القاعدة التي تنص على أن الشباب السعودي لا يعمل في مهن يدوية وأن هذه المهام من اختصاص العاملين الوافدين فقط. الزبون دحين صاروا يبغى يطمن سيارته جنب بيته وتشتغل له، يعني هذا هو، يعني في بعض مع الورش يعني ما عندهم أمانة، ما يغير قطع ما يغير أي شيء، فالزبون ما تشوف القطعة قدام عينه تتغير وما في شيء تكسر فيتق في الشغل حقنا. لما تعشق عملك وتهوى حتبدع فيه، حيبدأ يصير معاك من إنه شيء أنت مجبع عليه تمارسه كمثلا لجلب الرزق أو غيره منه هواية، حتبدأ فيها أكثر. ريان أبو صندوق من خريجي المعهد المهني قسم الميكانيكا وجد في ميكانيكا السيارات مجالا واسعا يضمن له الحياة الهانئة، لم يتردد لحظة في الانخراط في المجال الذي درسه وافتتح ورشة لميكانيكا السيارات خاصة به يعمل فيها بيديه، يقضي جل وقته في عمله متفانيا ومكتسبا الخبرة في هذا المجال. أبرز الصعوبات هي العملاء ومواجهة العملاء، لأن مواجهة العميل وكسب ثقته هو أصعب شيء. شغلة هذه هواية ومهنة بيسترزقوا منها وبيقدر أنهم يصرفوا على بيوتهم وبيقدر أنهم يعيشوا منها والحمد لله يكونوا كمان مستقبلهم منها. يقضي من يعمل في هذه المهنة معظم ساعات عمله ممتدا تحت هذه السيارات مشغولا بصيانتها وفحصها، يصيح ليسمع صوته وسط صوت الآلات القريبة الصاخبة ويرفع يديه الملطختين بالزيت بحماسة طالبا مساعدة أحد زملائه لإتمام صيانة شيء ما، ويحرص ممتهنيها على تطوير مهاراتهم وآدائهم في العمل من خلال فهم واستيعاب كل جديد في عالم المركبات. نبغى عربون على السيارة عشان نجيب له قطع غيار ولا تجيبها أنت؟ شو رأيك؟ لا لا جيبوها أنتو، خلاص أنت جيبها. أخي جيبها معك أحسن، أنت جيبها أنت وأنا حسبك بعدين عليها كلها كاملة. كيف أعطيك عربون دحين ولسه السيارة ما سويت فيها ولا شيء؟ خلاص يا أخوي أعطيني عربون. طيب يا أخوي من وين بجيب قطع غيار؟ حسابي؟ طيب أسحب لك من هو أنا اللي خربتها؟ طيب أسحب لك من الصراف. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميكانيك يا سيد؟ لا والله بيع بطاطس. وشو شايف؟ ميكانيك. عندي سيارة حاطلة أنا من حالتي، أبغاك تشوفها أبغاك تشوف لي إياها. طيب بس دقيقة خلص مع الزبون وأجي لك. بالله أفتح الكبوت. لا لا أفتح الكبوت دحين. المدارس وقت المدارس. دقيقة بس أتفاهم مع الزبون. لا يهم. طيب يا اخوي بالله عليك عجل اسحب لي الحين، اروح اسحب لك من الصراف واجيك اعطيك العربون عليه. يلا قول يا رب الله يخليك. اوكي لا تاخر علي. لا لا دقائق. يلا اوكي يا اخوي. ايش الزباين هذا؟ كل واحد يقول لك ما عندي فلوس ما عندي فلوس، ما نجيب قطع غيار، احنا نشتري قطع غيار. الكثير لديه شغف حب المهنه، فنجد البعض يجلس ساعات طويله يتحدى نفسه امام فك وتركيب بعض القطع الغيار، لكن بكل صراحه المردود المادي من وراء هذه المهنه كبير، ولكن يحتاج إلى جد واجتهاد وتعب ومثابرة. يا سيد أشوف السيارة من الحلال. يا أخوي استنى شوي دحين جاي لك. يلا جاي لك دقائق يا أخوي. خلنا لحقنا هالزبون ناخذنا منه قرشين. يا مصباح الأخبار الآن جدة. يلا يا أبو شباب وين؟ يعني يا من قاط معه ما يحتاج، يعطيه العافية. والصراحة جدا تقرير جميل، أكيد تحية لزميلي يا من مصباح، وأكيد تحية للشباب السعودي اللي فعلا هم فخر لنا من خلال هذا العمل الجميل. وأكيد طبعا الشغل مشعب. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة حسين عبدو المختص في برمجة السيارات. هلا ومسهلا حسين، يعطيك العافية بيض الله وجهك. بداية حدثنا عن تجربتك في مهنة صيانة السيارات. أي السلام عليكم. أولا نشكر قناة الوطن، قناة الآن حنا وبرنامج الوطن، قناة الآن برنامج الوطن. لا بقلبك شكرا. الله يخليك. على إتاحة الفرصة لنا وإبراز مجهودات الشباب السعودي وجهدهم ومثابرتهم في أنهم يشيلوا وطنهم على أكتافهم. إحنا بدأ يعني كمهن مهنية في البداية كنا بنواجه صعوبات وعوائق من يعني مثلا كنظرة المجتمع لنا، لكن مع الوقت النظرة هذه تحولت إلى انبهار، إنه صار في شباب سعودي بيشتغل في مهن بيده وقادرين على الحمد لله، يعني بعد توفيق رب العالمين ثم دعاء الوالدين
انه ندعم اسرنا ونبني بيوتنا ونبني دخل ونبني لنا مصدر دخل ثابت، واصبحنا مصدر ثقه ومرجع للعديد من يعني مثلا اللي في نفس المجال. وكده التوفيق من رب العالمين اولا واخرا. فانا اشجع الشباب انه يبدا مشروعه الخاص ويبدا يجتهد بنفسه، وما هو عيب الشغل ابدا، ما هو عيب. ابدا مشروعك، في جهات تدعمك، لا راس المال ما هو حجه، في صندوق المئويه، في صندوق اعضاء تضيف جميل، تقدر تدبر راس مالك، تقدر تدخل المجال هذا. الان افضل وقت للدخول. طبعا مع التوجهات الجديده، احنا السعوديين نبغى نشيل بلدنا بنفسنا. نداء الى الشباب، يعني يا شباب الشغل ما هو عيب. صحيح. طيب حسين، اكيد انت ذكرت صعوبات ممكن يواجهها الشاب السعودي اللي يعني يقرر العمل في هذا المجال الشريف والجميل. في صعوبات، لكن في بالمقابل اكيد تسهيلات وعوامل ممكن ساعدتك ودفعتك حتى تكون ناجح. سم. نعم، يعني بالنسبة لصعوبات أي مجال عمل، ما أهم كان لازم يكون في صعوبات، لازم يكون في عوائق. يعني ما حيجيك أنت يعني مؤاخذة، ما حتنجح في يوم وليلة. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فلازم يعني تدرس مثلا مشروعك، استشير، أرجع لمراجع، أعمل دراسة جدوى، دراسة سوق. وفي نفس الوقت يعني التسهيلات موجودة، التسهيلات متوفرة، التسهيلات. ولكن يعني عشان أكون يعني المصادر المفروض اللي ترجع لها يعني مصادر محفزة، يعني نحتاج دعم من الأسرة، يعني كتشجيع لنا في الاستمرار في هذا المجال. ويعني في التسهيلات مثلا يعني شفنا تسهيلات من صندوق المئوية على سبيل المثال، في دعم المشاريع الصغيرة، منشآت الصغيرة، في دعم من صندوق الموارد البشرية. بأي شخص بيسجل فيه بيصرف له على تقريبا راتب لفترة معينة إلى أن تقوم منشأته على على رجولها يعني. فهناك تسهيلات وهناك دعم. فالفرصة الآن أفضل، فنتكلم من الفرصة الآن أفضل وقت للدخول في المجالات المهنية بحكم حاجة السوق. السوق في احتياج، والاحتياج بيزيد، عدد السكاني بيزيد. الو، في صوت؟ ما ادري كاني سمعت الخط يقطع. نعم. ايوه نعم. انا اكيد سعيده اليوم باستضافتك وبوجودك معي اليوم في برنامج الوطن اليوم. كل الشكر لوجودك معي. من جده حسين عبدو، المختص في برمجه السيارات. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بيكون لي موعد بعد 10 دقائق من انتهاء برنامج الوطن اليوم مع فقرة لايف مع شيرين على الفيسبوك. حنتكلم عن ابتزاز شاب لفتاة عقب 5 دقائق على الفيسبوك. الحين خلص برنامج الوطن اليوم، بكرة إن شاء الله أشوفكم. مع السلامة.